هكذا بدأ يوم الاثنين الأول من مايو 2017. نقابات عمالية تستعد لتخليد اليوم الدولي للعمال على غرار نظيراتها عبر العالم. كثيرة هي المطالب التي رفعها العمال في ذلك اليوم: زيادة الأجور ومشاكل البطالة وتسوية أوضاع المفصولين من بعض الشركات الوطنية والأجنبية إلى آخر المطالب التي تختلف باختلاف قطاع العامل. غير أن اليوم الدولي للعمال ما كاد ينتصف حتى تغيرت أجواء العاصمة بالكامل، فقد دخل سائقو سيارات الأجرة في إضراب عن العمل احتجاجا على قانون السير الذي بدأت الحكومة تطبيقه فاتح مايو، وهو الإضراب الذي شل حركة المدينة أوكاد، فقد منع السائقون غيرهم من امتهان وظيفتهم، وعمد عدد من سائقي سيارات الأجرة إلى إضرام النار في إطارات السيارات في الشوارع وعند ملتقيات الطرق الرئيسية بالعاصمة. فتح الإضراب باب الفوضى على مصراعيه، وفقدت السلطات السيطرة على زمام الأمور، ما سمح لمن وصفت بعصابات السطو بالاستفادة من الفوضى العارمة، فنهبت المحلات التجارية وتم الاعتداء على المواطنين. وقال السائقون إن القانون الجديد مشحف في حقهم ويضايقهم في لقمة عيشهم التي بالكاد يستطيعون توفيرها، بينما قالت السلطات الموريتانية إن القانون الجديد يسعى إلى الحد من حوادث السير. وينص قانون السير على المعاقبة بغرامة 6000 أوقية مرتكب مخالفات التوقف في الأماكن الممنوعة وتجاوز الخط المتصل وعدم استخدام حزام الأمان، كما يعاقب مخالف عدم احترام إشارات المرور بفرض غرامة 10000 أوقية، وعدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في إفادة ترقيمها يعاقب صاحبه بدفع مبلغ 20000 أوقية.